مشاهد أدمت قلوب العالم ووقف فيها شاهدا على الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة. وبثت وسائل الإعلام لقطات لأهالي غزة من المدنيين العزل وهم يستخرجون ضحاياهم من بين الحطام الذي خلفه الهجمات الغاشمة والقصف الوحشي لأحيائها ومرافقها ومستشفياتها ومبانيها دون تمييز. وفيما يلي بعض اللقطات والمقاطع الصوتية للأهالي المنكوبين في غزة الصامدة. من جهة تابع المنتج أطفال صغار رايحة رجليهم بيصعقوا علي عمر قعد عمر قلت لهم هاي جاي ناس عفا صرت أرفع ورمي جنب الحيط برا. كيف صار الاشي فجأة؟ الناس قاعدة اللي بيعمل شاي اللي بيعمل قهوة الناس بتطلع بعض منطقة أمنة مستشفى مستشفى. لم يكن هناك أي إنذار مسبق لاستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار وحوالي الساعة 6:30 تقريبا استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء.